40% من موظفي العراق لا يقومون بأي عمل منتج بشكل مباشر، هذا ما كشفت عنه وزارة التخطيط الحالية في آخر إحصائية لها عن الساعات الإنتاجية للموظف الحكومي. ما توجد هناك إشكالات في الجسد الوظيفي، هذه الإشكالات ناتجة عن النسبة العالية من الموظفين في مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، ولكن بالمجمل بالتأكيد الزيادة كل ما ازداد العدد كل ما قلت مهمة الموظف الواحد. إحصائية عدها خبراء الاقتصاد صادمة وكارثية بسبب وقوع هؤلاء الموظفين ضمن البطالة المقنعة أو من يعرفون محليا بالفضائيين، مصطلح برز في العراق بفضل السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة بعد عام 2003. التراهل الكبير بعدد الموظفين في كل مؤسسات الدولة، وهذا حقيقة لم يأتي اليوم وليد اليوم، ولكن بسبب التراكمات الكبيرة بعد عام 2003 وعشوائية تقدير الحاجة للموظفين وأيضا المحاصصة بالكتل السياسية. موضوع طبعا البطالة المقنعة في الدوائر ومؤسسات الدولة طبعا هو سبب واضح وصريح، هو عدم التخطيط الصحيح لقضية التعيينات. مراقبون أكدوا أن الحكومة هي السبب بوجود ظاهرة الموظفين الفضائيين والبطالة المقنعة نتيجة توقف أغلب الوزارات عن الإنتاج والعمل. اليوم وزارة الصناعة تعمل، كثير من المصانع توقفت، وزارة الزراعة تعمل، كثير من الأراضي الزراعية أصبحت بور. هذا ويؤكد المراقبون عدم وجود أي جدية حكومية وبرلمانية لمتابعة ملف الموظفين الفضائيين، ولا سيما أن الأحزاب المتنفذة انتفعت من الترهل الوظيفي انتخابيا، وهو ما يجعل التخلص من هذا الملف أمرا صعبا للغاية.